السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. تقول خاطرا حي كشتر خاطر دول. تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بايما محمد صلى الله عليه وسلم خاطر دول. هو محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. عبد الله كان تويز. ابن عبد المطلب. عبد المطلب. ابن هاشم. سند هاشم خلا وهاشم من قريش هاشم قريش تين أخو وقريش من العرب قريش عرب عرب أخو عرب أخو العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عرب يا إسماعيل تين أخبون إبراهيم كانت نعم يعني هو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل. إبراهيم تحل حلو وانتديش حش بيمر محمد صلى الله عليه وسلم. له من العمر 63 سنة. حق الدنيا إن شاء الله شيء سيطري شو ده ويغنعوني. منها 40 قبل النبوة. تارغ سورك سورك شرحة شيء إلش بيمر الدوس لخلهوني. 23 نبيا ورسولا. تق بيمر إلش أولش. 23 شرع ويغنعوني أرسل إلى الثقلين الجن والإنس شين قومك وإتنعوني أدمى شقة وإتنوء جن شقة وإتنعوني لا يمكن لأحد أن يتخلف عن شريعتي عليه الصلاة والسلام تحنين بقويات عمبوت شريعتك أروال دوزنك أروال يدعو إلى توحيد الله بايمر إذا توحيدك خويق شخلعوني ويحذر من الشرك شركها نخلر بيشخلعوني ولد بمكة مهك عبنا أوعوني وهاجر إلى المدينة مدينة هجرة دنا أوعوني وتوفي عليه الصلاة والسلام ومات بالمدينة إشت مدينة يعد عقل غنا أوعوني صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر يموت إشت هون إلش إذا أدم شتنا ليش أوعوني بو أدم شتنا هم تنا تنسى دوغش دوهم بو ترك هذه الأمة على دين واضح نعم شي أمته أستنا دويش دول قية دول دين تعبتنا ونصو أسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة الله يقدر يغوي ويتسنسان يتحان فردوس يلسمان يغوش دور دولش